الآن ينضم معنا عبر الهاتف محافظ محافظة نابلس السيد غسان دغلس. مساء الخير لك سيد غسان. مساء الخير، تحياتي. أهلين، أهلا بك. يعني بداية سيد غسان، كيف تتابعون خطورة ما يقدم عليه الاحتلال في محافظة نابلس خصيصا ونحن نشير إلى الحواجز، إلى عرقلة أمور الحياة الاقتصادية، إلى الإبادة الجماعية التي ترتكب أيضا على صعيد المواطنين كما حدث قبل قليل عند حاجز عند بلدة حوارة واستشهاد الفتى محمد إشحادي؟ نعم، في البداية رحمة للشهداء والحرية لأسرانا والشفاء العاجل لجرحانا. ما يحدث في محافظة نابلس بالتحديد هي مستهدفة قبس الحرب على قطاع غزة. كان هناك حواجز، والحواجز في الكثير من الأحيان تعطل، وأيضا اعتداءات مستوطنين، والكثير من أيام المستوطنين يقفوا بوطأ نصف الطريق بين المدن يغلقوا الشوارع. الآن بعد الحرب أو أثناء الحرب وعند بداية الحرب بدأت الحواجز زادت. هناك 12 حاجز عسكري حول محافظة نابلس، 13 بوابة عسكرية، بوابة حديدية وضعوها على مداخل بلدات وقرى، 7 سواتر ترابية أغلقوا بها مداخل القرى. يعني الأمور صعبة، كل يوم هناك تضييق وحصار أثر على كل مناحي الحياة، أثر على الاقتصاد. جامعة النجاح 26,000 طالب في جامعة النجاح الوطنية لم يستطيعوا الوصول إلى مقاعد الدراسة. يعني كلية الروضة، جامعة القدس مفتوحة، كل هذه الجامعات هي جامعات كبيرة، لم يستطيعوا الطلاب الدخول، تعطلت الحياة. أخواننا في الداخل المحتل لم يستطيعوا الدخول إلى نابلس. يعني هناك حالة مقصودة تشهدها محافظة نابلس. طب سيد غسان، في ظل هذه التطورات يعني كيف تتابعون خطورة ما تقدم عليه حكومة الاحتلال باستمرار ونحن قريبون على بدء الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك؟ احنا يعني لا نستسلم لإجراءات الاحتلال. احنا يعني بالنهاية هذا هو احتلال، علينا ان نقاوم بصمودنا، نقاوم بتعزيز صمودنا. اليوم كل المؤسسات المحققات مجتمعة بالمحافظة وكيفية سندخل موسم شهر رمضان المبارك. هذا الشهر اللي يعني بالنسبة لنا يعني لكل المسلمين هو شهر يعني بنابلس له طعم، كما هي القدس أيضا له طعم. نابلس لها طقوسها بشهر رمضان، نحن سنعيد هذه الطقوس كما يعني كانت في السابق، ولكن للأسف الأسواق يعني خالية لأن الحواجز ضيق. هناك يعني سيكون سلسلات غذائية للتوزيع على الفقراء، وتم الاتفاق مع كافة مؤسسات الشركة في المحافظة، بالإضافة يعني سنبقى تواصل مع أبناء شعبنا إن شاء الله أن يكون هناك إزالة الحواجز والمستوطنين. ولكن يعني حرب إبادة على غزة، فحرب إبادة على الضفة. نعم. كما يعني أشرت أنت قبل الكلام. طب أخيرا سيد غسان، يعني هل تم التواصل معكم في المحافظة في إطار الفصائل الفلسطيني لتكوين يعني فعاليات تضامنية خلال الشهر أو برنامج لربما متعلق بالفعاليات تضامنا مع شعبنا في قطاع غزة؟ نحن يعني حالة الدوار وسط المدينة لن يتوقف فعاليات. نعم. ولن تتوقف الإجراءات. احنا المطلوب منا المطلوب ضغط الدولي. هناك كثير من قناصل والسفراء جاءوا للمحضر وشاهدوا، وأهم شيء أن يتوقف العدوان والحرب والحرب الإبادة على غزة. يعني لأن بصراحة يعني ما يحدث هو حرب إبادة مع الكلمة، ويحدث في الضفة أيضا. إذا انتهت الحرب في غزة سيكون تسليط ضوء على ما يجري في الضفة. نحن مترابطين مع بعض البعض، إن شاء الله تثمر هذه الجهود، ولكن أهم شيء أن يكون تستمر الحالة النضالية على الأرض، ويستمر حالة التنسيق وفيما بين الفصائل لوضع يعني خطط تضامنية كثيرة جدا مع قطاع غزة ومع الضفة. أنا بتشكرك سيد غسان دغلس محافظ محافظة نابلس، حدثنا عبر الهاتف.